متتبعي قناة الفونتيك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد المسألة اللي هي جديدة في الاي او اس 17. احنا دائما في الاي او اس 17 بيتا ديفلوبر، هذه البيتا 4 اللي كانت قبل يومين انا ما اعتقد باش طلعت هذه البيتا 4 الجديد فيها. بالنسبة للسخونية ديال الهاتف ما بقاش كيسخن كيما قلت لكم في البيتا 3. بالنسبة للمشكل ديال ديبلاسمون ديال لي زابليكاسيون تحل نسبيا، تحل باقي ان تي بروبليم، ولكن المهم على الاقل دابا ممكن ديبلاسيها. شنو اخر، شنو اللي بان؟ اللي بان جديد هو السنتر دو كونترول، كنت ولات فيه صعوبة باش يطلع، ولكن لقيت له الحل. انا درت له ان راكورسي باش كنطلع بواحد راكورسي واحد اخر ماشي بديك اللعيبه ديال القيس لا باغ ديتا، وطلع ثلاثه الاسابيع ممكن صعوبه باش كيطلع. درت له المهم راكورسي. هذا هو اللي اكتشفت كاين مسائل هي جديده. من بين المسائل اللي هي جديده واللي كنا هضرنا عليها من قبل هي ديال الاير دروب. الوغ الاير دروب تزادت فيه واحد المساله، ان ممكن انك غير تنزل غير التليفون مع جنب تليفون واحد اخر، هو كيتبادل الارقام ديال الهواتف والصور، يعني واحد الملف كيتبادلوا ما بين جوج ديال التليفونات. باش عمليا ما جربتهاش، لان علاش؟ لان اولا ما كاينش شي واحد اللي عنده قريب مني عنده لاي او اس 17 بيتا، وثانيا يعني كما كنقولوا المساله يلاه بات البارح ولا البارح، كيفاش هذا باش تاكتيفيها وديزاكتيفيها. بالنسبة للملف الشخصي ان شاء الله من بعد غندير لكم عليه شرح كيفاش نديرو، كتمتو نديرو واحد الملف ديالنا الشخصي، هذاك اللي غادي نتقاسمو مع هذاك كتمتو يعني ديك اللي غنتقاسمو مع الاخوان اللي غيكون عندهم الايفون، قربوا غير التليفونات مع بعضياتهم. ريغلاج الريغلاج ونمشيو للجينيرال ريغلاج دونيس بار Temps d'écran général bouton. Voilà, je suis général. Sélectionner information bouton. En général, je suis AirDrop. Mise à jour AirDrop bouton. Voilà, AirDrop. Sélectionner, voilà. Sélectionner. Réception désactivée. Voilà, non, had les trois icônes had. AirDrop. Sélectionner. Réception désactivée. Had des réceptions Contact uniquement. Had des contacts uniquement quand tu dis matériel. Tout le monde pendant 10 minutes. Tout le monde pendant 10 minutes had des contacts mal. Yes, tâche ça. AirDrop vous permet de partager instantanément des éléments avec des utilisateurs à proximité. Vous pouvez vous rendre détectable dans AirDrop pour recevoir des éléments de tous les utilisateurs ou seulement de vos contacts. Voilà, on est donc balayé. Commencez le partage en tête. Had le jadid. Approchons les appareils. Bouton désactiver. Had approchons les appareils. Non, qui n'a désactivé. Il a cliqué là. Activer. Je l'ai activé. D'accord. Échangez facilement des numéros avec NamDraw. Partagez des photos et plus encore en approchant le haut de votre iPhone d'un autre iPhone. Voilà, comme on a entendu, ben là, on peut accélérer, tarder téléphone, que tu peux donner des informations de là-dedans ou les photos de là. هذا هو الجديد ديال AirDrop. نصيحة، هذه هنا نصيحة للإخوان الوقيتة اللي نساليو من هذا التقارب ديال كتمثلنا باش يعني باش هذا Approchons, commencez le partage en tête. Approchons les appareils, bouton activé. هذه نخليوها دائما ديزاكتيفي حتى نحتاجوها. علاش؟ لأن ممكن نكونوا مثلا ركبتي في طاكسي أو ركبتي في تران ولا ركبتي يعني أي ولا غير في الشارع، وصلتي عندك التليفون ديالك في جيبك والآخر عنده التليفون ديالو في جيبه وقربتهم بعضياتكم كانوا مأكتيفين، راه الرقم ديالك والمعلومات ديالك يمشيو لعندو، والرقم ديالو والمعلومات ديالو غيجيو لعندك. يعني من الأحسن أننا نخليوها ديزاكتيف. هذه المسألة قليلا في غادي توقع، يعني نادرا ما غادي توقع، ولكن تقدر توقع. حنا ردوا بالنا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.